يا فاطمة أغيثي. يا فاطمة أغيثيني. احرق الدار هيا. فدفع عمر الباب برجله. وأبواب للبيوت ما كانت موجودة أعزائي، وإنما رسول الله أمر بأن يضعوا ماذا؟ ها؟ الستائر. والله لقد أسقطوا جنيني. أكو واحد ما سامع كتاب الإرشاد للشيخ المفيد؟ ها؟ معروف الكتاب، يقول: وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة أسقطت بعد النبي. يعني هو معتقد لو ما معتقد؟ إذا لا معتقد بمحسن ولا معتقد شنو؟ ها؟ شو تقولون مولانا؟ اليوم تطلعون تظاهرة لو ما تطلعون؟ شال منطق هذا عز؟ مولاتي يا فاطمة أغيثيني. أيدوه بحبائل سيف. أيدوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه إذا هجموا على الزهراء شو دور الإمام علي؟ إمام علي جبان، أنتوا كلكم متزوجين من متزوجين، إذا فرضنا أنه واحد بده يجي يهجم على زوجتك بده يقتلها أو بده يعتدي عليها، تقعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ أما المصادر الشيعية ففي الحقيقة حتى القرن الرابع الهجري في المصادر الشيعية ما كانت أي شيء عن هذه القصة. إلى ماذا يدور؟ وأهم كتاب لأنه قصة غير حقيقية وكان غير موجودة. إلى أن الأمر ليش؟ ورتبوا عليه شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يطلوا فد طابع ديني. ولا كسر ضلع الزهرة ولا هجم. لا ما يسمى واقعا. يا فاطمة أغيثيني.